أحن إلى خبز أمي وقهوتي أمي ولمستي أمي أحن. يا الله يخلينا إياهم وطول أعمارهم. مزبوط إنه لازم نتذكرهم كل يوم، لكن حلو كمان يكون هذا اليوم موجود، يعني فرصة إنه الواحد يعبر عن حبه لأمه في هذا اليوم. كل عام هم بخير، واللي عنده أم الله يخلي له إياها والله يرحم جميع الأمهات. يوما على صدري يوم وتكبر في الطفولة. بقول لوالدتي كل عام وأنت بخير، لقد تحملت الكثير بسبب معاناتنا من الاحتلال، يعني بمعنى أنا وإخوتي يعني كلنا معتقلين وكنا مطاردين وتعرضت لمعانيات وألام وعذابات أثناء مداهمة المنزل عشرات المرات. كل سنة وأنت سالم من أحلى أم، ولكل الأمهات الفلسطينية اللي تعبانين والله يعطيكم العافية. آخ عيد الأم، أنا أمي بعيدة عني، أنا بدنيا وهي بدنيا، أمي ساكنة بالأردن، فبحس انه كل عيد ام بكون صعب شوي علي لانه بعيده عني، يعني ما بقدرش احكي لها كل عام وانت بخير الا عن طريق التليفون او الانترنت او هي الشغلات. بس بحب احكي لها ان شاء الله عقبال ال 120 سنه، وان شاء الله كل يوم يكون لها عيد. خذيني ام اذا عدت يوما وشاحا لهبك.